عليمة تشوف تيفي من مصدر مطلع أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي شدد في مذكرة مصلحية توصل بها ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي ورؤساء المناطق الأمنية على ضرورة تطبيق سليم والحازم لأحكام مدونة سير في حق مستعملي الطريق اللي كيرتكبوا مخالفات مرورية، لا سيما فئة المراهقين واليافعين اللي كيستغلوا أوقات متأخرة من الليلة وقبيل أذان المغرب للقيام بسياقة استعراضية وخطيرة في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص ممتلكات. وحسب مصادرنا، طلب المدير العام للأمن الوطني جميع عناصر شرطة المرور بالتصدي لهذا النوع من السياقة الخطيرة على سلامة وأمن مستعملي الطريق من خلال الحرص على تطبيق قانون سير الجولان بكل حزم ولباقة وتجرد، وعدم الخضوع لأي استفزازات أو رضوخ لأي تدخلات، مشددا في نفس الوقت على وجوب تطبيق أحكام القانون الجنائي في حق كل من تبوا تورطوا في استغلال نفوذ لعرقلة مهام موظفي الأمن. وتعليقا على هذا الموضوع، يؤكد مصدر أمني أن المدير العام الأمن الوطني تدخل شخصيا في موضوع سياقات الاستعراضية الخطيرة وشدد على ضرورة القطع معها في إطار القانون وطبقا لما تنص عليه مدونة سير على الطرق.